وغادي بكي تخاف لي هذا الموضوع غادي نوجه رسالة. هذه رسالة كجزائري حبي للوطن، غادي نوجه رسالة إلى السيد فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نقدر نعالجه ونكفى على كرعيه بإذن الله مرة واحدة، ويشهد علي الله عز وجل. هل الرئيس يعاني من صحة؟ نعم، رئيس يعني يعاني من صحة، ونقدر بقوة الله عز وجل أقسم بالله الذي خلق السماء بدون عمد وربي يشهد على ما أقول، نجم بإذن الله تعالى في 20 دقيقة يقدر تمشي، ومتأكدة واليقين في الله عز وجل، وتكون معايا حاضر إن شاء الله كنا نقوم نبحث لنا فرصة إن شاء الله. نوع تاع السحر اللي فيه فخامة الرئيس، ما نقولها فخامة الرئيس كان على نسبة تفريقة، أنا داني من باب من قصائص كما هو صراحة، الشعب دار رؤساء ما تجيش بس على نسبة تفريقة، راه كون ناس راه دار شي صوالح هذا صح، ما كاينش رئيس يقدر دارهم. نوع السحر اللي فيه فخامة الرئيس عندها السحر، أول حاجة أظن يعرفوها الناس، الرئيس يعني وأول حاجة سحر. تتحدى أنك تشفيه بعد ربك، وأعيدك بالله الذي خلق السماء دوبين عمل، أتحدى أي طبيب أي راقي سيد على مزيز بوتفليقة نكفى في ظرف 20 دقيقة. راك مسؤول على كلامك شيخ؟ مسؤول على كلامي، أول حاجة مسؤول على كلامي بين يد الله عز وجل، ثم تشاهد عليا، آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نفكوا الأسحاب.